معقدين الإدارة الصحية والوحدات. جه قرار امبارح من المحافظ من وزير التنمية المحلية بفصلنا، عايزين حل جذري معانا. احنا كملنا 3 سنين ونص عايزين حل، بدل ما يقولوا نعينكم لا بيصرحونا مشونا. نعمل ايه؟ عايزين حل. استغاثة 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 لكل زمايلي باسمي واسم زمايلي، عايزين حل من اعضاء البرلمان، المحافظ، وكالة الوزارة، وزير التنمية المحلية اللي بيصدر قرار ومش عارف احنا حالتنا ايه. وجبنا لهم الاستدراج، وجلسة الجمهورية منزلة مقالتين بيقول فيها ان احنا تم تعيين العمالة المؤقتة وما فيش اي حاجة حصلت بعد كده اهو. وبعد كده جايب لنا جواب بيقولوا لنا مع السلامة. في تعديل في القانون 18 سنة 2015 بالاستدراج خطأ وصواب، من 1/5/2012 ل 30/6/2014. منين نزل لنا تعديل في القانون؟ سنتين مدلنا سنتين وزير التخطيط اشرف العربي، ومنين يقول لنا امشوا دلوقتي؟ احنا عايزين حل، عايزين حل. ومعانا شباب فاتحه بيوت، واحنا فاتحين بيوت في الاخر بعد الثلاث سنين دي، وبقى لنا سنه ما قبضوناش ولا مليم، وفي الاخر مطلعين لنا شهرين ذللنا بيهم. وشغال في اماكن مش شغال فيها، اللي هو مش شغال في الاداره. فينا اللي مزق اجازات، فينا اللي مزق ماليه، وفي اتنين ماسكين حسابات، وزمايلنا ماسكين سهر وانا بتشيف الوحدات. والليله شغال على مكاتب مش بتوع الاداره اللي تتعين مش قاعد عليها. طب في حد منكم تواصل مع وزيره الصحه وكيله الوزاره في الوادي الجديد؟ كلمها الاستاذ وجدي امبارح. استاذ وجدي امبارح قالت له روح اشتري لك حته ارض، روح خد ارض في الفرق. انا كلمتها امبارح الساعه 5 المغرب. تمام. انا لساتك في مصر وانت بقالك قد ايه؟ قلت لها 3 سنين وبقالي سنه ما قبضتش. بتقول لي راح استلم ارض في الفرافره. انت ايه اللي قعدك في الشغل؟ ايه اللي قعدك لغايه دلوقتي؟ حد يقعد في الصحه؟ ايه اللي قعدك لغايه دلوقتي؟ راح استلم ارض في الفرافره 5 بدالة ياخد لك قرض من السيسي. كلمت المحافظ سيادتك. بقول لسيادتك انا بقالي 3 سنين وسنه ما قبضتش، قال لي امشي. ايه اللي قعدك لغايه دلوقتي؟ كلمت الاذاعه الصبح برضه.